لا خو الشيء انا ملي تنجزت البارح جزت كاع هاد الايام ملي تندوز تنجزو من هاد المسرح هذا وتيبان لي حاشاك هاد الخانز والناس اللي جا اللي حابسه شي حاجه طوالي جديده 8 سنين بلاتي اللي حابسه شي حاجه بيمشي شي طواليت لا شي مرحاض تيجي لهاد المسرح وما خو هاد المسرح هذا اش ما تبدي فيه والو تا رجلس يعني شحال من عام تقريبا نتوما كتجيو وحنا ما عقلنا من صغرنا حنا تنجيو وهاد المسرح هذا هكا تجي ما داير حاشاك فيه الريحه والخانز اللي سالا راسو تيجي لهنايا يكون داروا شي طواليطات مي حاضرات هكا عموميا بحالنا ويجي عباد الله ويقعدوا تيجي لهاد المسرح شنو الفرق ما بينكم وما بين مراكش السياحه السياحه والسياحه والناس هنايا السياحه ثم الخضاره جديده اخويا كنت تيجيو لها الكور والنصارى وكذا ما غاديش تكون بحال هكا لا شوف اخويا اسمح لي بالكور لا بلا كور الناس على حتى حنا ماشي ماليناش هذه السياحه اللي تجي هنا المغرب كله هو تيجي جديده وتصيف خالي انت بهاد الناس هادو تابعين هي السياحه لا شوف اخويا ما بعتش معلومات اش بدعتو على ما انت حنايا تبي نجي الجديده تنبي نصيف لا تنبي نجي تنجي هنا ونصيف ونقعدوا العائله ونشطوا مع راسنا ولكن ملي تيشوف نشوفوا هاد الشهاده ما تيعجبناش خص لي شي مسؤول تاع الجديده يتحرك هادشي اللي تنشوفوه عيب وعار حشومه كاع ملي دايزين نشوفوا الخنوزات والله العظيم وبزاف د الحوايج كاين الحشاك كاين البول كاين اللي كيبول كاين اللي كيتفل كاين اللي كيلوح كواعط كاين بزاف د الحوايج عاوتاني وبزاف كاين انا هنا المدينه ماشي غنقولوا ما كاينش امن وما كاينش هناك واحد التنازلات اللي بسيطه بانك بحكم انك رجل امن ولا رجل سلطه ولا رجل خدام مع المدينه وخدام بحكم عاوتاني واحد الحاجه بحكم حنا نيت ولاد المدينه راه انا ضربني النفس انت ضربك النفس راه غير تما دايز يبان لي انا واحد واقف قدام المسرح ما عارفش القيمه ديال هذاك المسرح ما داخلش المسرح ولا ما عارفش كتهزني واحد الشعور ديال كنقول هذا جا من كنت كيخرب لينا في المدينه ديالنا كي كي كيدير شي حاجه اللي ما خصهاش دير هادشي حنا ماشي غنقولوا راه كاين تهاونات ديال السلطات ولكن ماشي بالضروره حيت كاينين الناس اللي كيخدموا وكاين الناس اللي ما كيخدمش كاين دابا الادوار متفرقه وكاينين عاوتاني اللي كمواطنين كاين اللي كيفهم وكيستوعب وكاين اللي ما كيفهمش واه انا ممكن كنظن حتى شي واحد مسؤول كله مسؤول على راسه هذاك الشيء كيبقى الوعي صافي هذاك كاين هذاك الشيء ديال الوعي ديال بنادم كانت شي حاجه راه صافي بنادم راه كان واعي راه واعي ما واعيش راه الله يهديه وصافي كنبغي نوصل الميساج لجميع سكان مدينه جديده ولا الزوار ديال مدينه جديده ولا السلطات ديال المدينه ديال الجديده ان يكون واحد التفاهم ويكون واحد الوقوف عند المسؤوليات وبنادم كيف ما جيتي خليتي البلايصه نقيه راه غيجي خوك وخالتك صاحبك هذه غيجي غيلقى البلاصه نقيه وهذا ينطبق هنا في ساحه عفيفي ولا في شاطئ مدينه الجديده ولا في البور ديال المدينه الجديده ولا في جميع المواقع الجديده انا الراي ديالي احتفظوا بالتراث ديال المدينه ويزيدوا ينقيوا المدينه بزاف راه كتعجب الناس ديال المغرب راه تقريبا من المغرب كامل كيجي هذه المدينه راه مدينه سياحيه وبزاف ديال الحوايج فيها ما يدار من هنا لقدام ان شاء الله